اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حكايه معماري. انا احمد علي وهنتكلم النهارده عن مستشفى هوشن شان في الصين، وازاي المستشفى دي اتصممت واتنفذت في 10 ايام بس. في نوفمبر 2019 في مدينة يوهان في الصين بدأ فيروس جديد في الانتشار أطلق عليه العلماء اسم COVID-19، وأعراضه كانت مشابهة إلى حد كبير لأعراض البرد العادي والأنفلونزا، وده اللي خلى الدكاترة ما قدرش تتعرف عليه في الأول. بس مع ظهور نفس الأعراض على أكتر من شخص في وقت قصير جدا، ده اللي خلى الدكاترة تلاحظ إن هي بتتعامل مع حاجة عمرها ما شافتها قبل كده ولا عمرهم اتعاملوا معاها. بس للأسف على ما اكتشفوا ده كان الوقت اتأخر، والفيروس ابتدى ينتشر بسرعة كبيرة جدا بين الناس، وأعداد المرضى ابتدت في التضاعف، والمستشفيات في الصين ما كانتش قادرة تستوعب الزيادة الكبيرة في الأعداد. وهنا كان لازم الحكومة الصينية تاخد قرار بسرعة جدا في إنشاء مستشفى جديدة تستوعب على الأقل 1000 سرير. وعلشان بس تاخدوا بالكم قد ايه حجم المستشفى كبير، فهنقارنها مثلا بمستشفى سرطان الاطفال اللي عندنا، دي بتاخد تقريبا 385 سرير. ومستشفى حميات العباسيه اللي بتعتبر من اكبر المستشفيات اللي موجوده في القاهره بتستوعب 850 سرير. فانتوا متخيلين قد ايه حجم المستشفى كان كبير وكان لازم يخلص في مده صغيره جدا. وفعلا الحكومه الصينيه اعلنت ان هي هتعمل مستشفى ميداني كامله هتخلص في 10 ايام بس، والموضوع ما كانش غريب عليهم لانهم سنه 2003 عملوا مستشفى مشابهه في 6 ايام بس لمكافحه فيروس سارس اللي يعتبر برضو من عائله كورونا. حد بقى يجي يسالني ويقول لي طب ايه الغريب في الموضوع؟ طب ما هم عملوا قبل كده مستشفى في 6 ايام، فانهم يعملوا دلوقتي مستشفى في 10 ايام ما فيهاش مشكله. هقول لك ان سنه 2003 قرار بناء المستشفى كان بعد 6 شهور من تفشي المرض، وكان عندهم الوقت الكفايه للتخطيط والتصميم والتنفيذ. انما دلوقتي قرار بناء المستشفى كان بعد شهر واحد بس من تفشي الفيروس في الصين، فبالتالي هم مش عارفين هم بيتعاملوا مع ايه ومش عارفين هيصمموا ايه، فما كانش عندهم الوقت الكافي لا للتصميم ولا حتى للتنفيذ. تم اسناد المشروع للشركه الثالثه للهندسه والمقاولات في الصين، ودي شركه تعتبر من اكبر الشركات اللي موجوده في الصين. وبالمناسبه الشركه دي شاركت في تصميم العاصمه الاداريه الجديده في مصر، وحاليا هي بتبني اطول برج في افريقيا هناك. وفعلا في 16 ساعه بس قدروا يخلصوا مرحله التصميم ويبتدوا في التنفيذ على طول. الحكومه قررت ان هي تبني المستشفى في قطعه ارض بعيده في حقل مفتوح بتبعد عن مركز مدينه يوهان حوالي 22 كيلومتر، بحيث ان هي تكون بعيدة عن التجمعات السكنية بالمدينة ويحاولوا يقللوا فرص انتشار المرض، وفي نفس الوقت تكون على طريق سريع بحيث تسهل الوصول ليها في أسرع وقت. يوم 23 يناير الساعة 3 الفجر كان وصل أكتر من 400 مهندس وعامل لأرض الموقع، والساعة 5 الفجر كان في أكتر من 100 معدة حفر وتسوية شغالين في الموقع. أعمال الحفر والتسوية خدت تقريبا 48 ساعة، ودي تعتبر مدة كبيرة قوي بالنسبة لمدة المشروع. بس السبب ان بداية المشروع كانت بتتزامن مع الاجازات السنوية في الصين، فكان صعب جدا انهم يوفروا العدد الكبير ده من العمالة في الوقت القصير ده. يوم 26 يناير كانوا خلصوا مرحلة الحفر والتسوية وابتدوا مرحلة الاساسات، والاساسات اللي استخدموها في المشروع كانت عبارة عن طبقات من الرمل والجيوتكستايل ماتريال والبلاستيك المضاد للمياه، وحطوا فوقيها كمان طبقة خرسانة. وطبعا طريقة التأسيس دي كانت مناسبة جدا للمشروع ده لان هي كانت سريعة جدا في التنفيذ وفي نفس الوقت كفاءتها عالية. نيجي بقى للسر اللي خلى المشروع ده كله يخلص في المدة الصغيرة دي، وهو ان الشركة المنفذة اعتمدت بشكل كامل على الوحدات المتكررة سابقة التجهيز او prefabricated element اللي بيتم تصنيعها في مصانع مخصصة وبتيجي الموقع بس على التركيب. فالمبنى بقى عامل زي لعبة الميكانو بالظبط، بيجي ويتركب على طول في الموقع وما بياخدش اي وقت في التركيب. على التوازي كان في فريق منفصل شغال بامداد المستشفى بشبكات الصرف والميه والكهرباء والانترنت. طب حد تاني يسالني طب هم ليه واجعين دماغهم وعاملين يعملوا مبنى كامل ممكن بعد كده ما يكونوش محتاجينه ويشيلوه؟ طب ما يعملوا خيم زي بقيه الدول. هرد عليه واقول له ان المشكله ان الصينيين ما كانوش عارفين هم بيتعاملوا مع ايه بالظبط، لان هم خططوا للمستشفى بعد شهر واحد بس من تفشي الفيروس اللي ما كانوش يعرفوا عنه اي حاجه ولا اي تفاصيل، فكانوا خايفين جدا من فكره انه ينتشر عن طريق الهواء، فكان لازم يعملوا مبنى مقفول عشان يقدروا يتحكموا فيه كحد صحي ويمنعوا انتشار العدوى. ده كمان نظام التهويه اللي استخدموه في المستشفى كان نظام مخصص لاماكن الحجر الصحي، وفكرته كانت مبنيه على تفريغ الهواء السلبي من فراغات المستشفى وفلترته ونقله خارج المبنى بصوره امنه بدون انتقال العدوى، وده عشان الهواء ما يتنقلش جوه المستشفى ويعدي ناس تانية. يوم 30 يناير كان تم توريد الاجهزه والسراير للمستشفى وابتدت تتركب في مكانها. يوم 1 فبراير كان وصول 1400 دكتور من الجيش الصيني علشان يساعدوا في احتواء المرض. يوم 2 فبراير استقبلت المستشفى اول حاله ليها وابتدت في التعامل معاها.
اعتمدت كمان المستشفى على اجهزه الروبوتس في التعامل مع المرضى المصابين عشان تحاول على قد ما تقدر تقلل الاحتكاك المباشر بين المصابين وطاقم التمريض. وفي النهايه الصين اللي كانت بؤره المرض هي اول دوله اعلنت عن احتواء الفيروس والسيطره عليه، عملت اللي مفيش دوله في اوروبا قدرت تعمله. علشان كده الفكره اللي بحاول اوصلها في الفيديو هي اهميه عمل الوقت في الظروف اللي زي دي. مش هقول لك يوم ممكن يفرق، لا، دي دقيقه واحده ممكن تفرق في احتواء مرض زي ده. وفي النهاية أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعدي الفترة دي على خير، وياريت الناس كلها تعمل سبسكرايب للقناة وتشغل زر النوتيفيكيشن عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتسيب لنا رأيك في التعليقات، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حكاية معماري.